العقد ما بين بعض. كما قال سامي بكري ما عادش ما فيش لوجيك نتاع البث معناها نتاع لانفورماسيون، في لوجيك نتاع الكوميونيكاسيون. وهذيك معناها نقول الكوميونيكاسيون نسمعك تسمعني كلامي نجاوبك، وهذيك الفرق الكبير اللي ما كانش عندنا معناها لما نعلي كوميونيكاسيون هو يبث ويحكي ويقرر مش نحكيو معاه لا يسمع لا. دونك فما حاجه ما يمكن ما يلزمش نحكيو عليها في الرأي العام ولا حتى في الصحافه، يحكيو على لي ريزو سوسيو ولا السوشيال نتورك. هذيك لا، خاطر الريزو سوسيال شو ما هو الا مثلا انتم كي عند تدعاكم العيد ميلاد والا المشكوره وتوليو صحاب مع العباد اللي تقابلوهم الغالي، هذاك هو معناها الشبكه الاجتماعيه نتاعكم. اما في حتى نظريا ما تنجم تكون فيسبوك هو والا تويتر هو سوشيال نتورك، خاطر فيسبوك يمكن من باش تصنع انت سوشيال نتورك كيما مع السوشيال نتورك تاع حمادي كانوتش العباد يتابعوا فيه على لي باج نتاعو. ويمكن كان بالنسبه للكونت تاع حمادي كانوتش يمكن كان عنده زوج سوشيال نتورك على زوج صفحات، الصفحه الاولى هي اي دي ممكن يزيدوا مع كراتيك، والصفحه الثانيه هي كونتر ريتيكول كولت دو نو شيفر 7 اون تونيزي، اللي هو يمكن ما كانش فرد بوبولاسيون مي زوج كومان تبعين شبكه الاجتماعيه تاع حمادي كانوتش. و من الاخر الحاجه المهمه اللي ناخذوها في السوشيال ويب هو اللي نعيطوا لهم لي بلاتفورم يوزر جينيريتد كونتنت بالعربيه، معناها المحتوى منتج من المستعمل. وهذاك الفرق ما بين فينا نوع سيت كيما نتاع مونت كات والا سيت كيما دول الجزيره اونلاين والا سيت نتاع بارتاج و الانترنت الاجتماعي. اش معناها فيسبوك؟ ساعات نحكيو فيسبوك، سمعت بكري فيسبوك ولا كله كذب كله بروباغندا؟ لا، فيسبوك هو حكى مش مارك زوكربيرغ ريدكتور ان شيف تاع فيسبوك يقول لك تاخذ هذيك نعمل في تونس. لا، هذاك فيسبوك احنا نعطيه، احنا نحطوا فيه نقرروا شنو نحطوا فيه شنو مش نحطوا فيه، شنو المعلومه اللي تطلع وشنو المعلومه اللي تطلع. وهذيك هي معناها اللي تكون محور التحرك، كاين تحرك ما بيناتنا وما بين العبيد. بالنسبة للسيبر اكتيفيزم التونسي، فما كانت ايفولوسيون في السوشيال جوستومون في الديريكسيون تاع السوشيال ويب هذايا وفي التكنولوجي اللي يستعملوهم اللي هما ولا لي بلاتفورم اللي يستعملوهم اليوزر جينيريتد كونتنت. من الاول عام 2009 فما مايلينغ ليست، هاي خلاتك مايل فيه معلومات معناها مضاد للنظام. من بعد فما يعني ايفولوسيون فيغ لي ويب زين، معناها كيما شبه البلوغ انا مش تو في بلوغ، فيه يمكن ديميسيون انتراكتيف اقل. من بعد قربنا السوشيال ويب خاطر ولاو فما لي فورم ولا لي ويب زين مع لي فورم. من بعد كيما من الاول كان فما لي فورم، بعد ولات فما والديمونسيون تاع الكوليكتيفيتي البلوك كوليكتيف معناها انت كيما تعمل تنجم تحط مقال نتاعك في نواه. اللي كانت مثلا في تونيزيا كان ممكن، اما بطريقه يمكن مش ساهله كما في نواه. لكن نرجعوا في تونيزيا في النيميرو الاولاني نتاعها نلقاو مقال حطوا حقوقي اسمه منصف المرزوقي عام 2007 فما فيراج، عام 2007 و 2008 فما فيراج الاول هو اسمه تويتر وفيسبوك. فيسبوك اللي ولا معناها محلول للعباد الكل في العالم، قبل كان مسكر كونش بجماعة الجامعة في أمريكا والمعاهد اللي هو القمة في شو نعيطوا له فينا نو اليوزر جينيريتد كونتنت اللي احنا نعرفوه من الأول للآخر، وتويتر اللي حتى هو من العام 2007 آخر 2006 2007. ولكن هذايا هذايا البلاتفورم، لكن كيما نجمو نستعملوها في السويد باش نحطو تصاورنا ونوريو احنا نعملو كينوتين، والا نجمو نستعملوها باش نعملو حرب، وباش نعملو حرب لازمنا مجتمع، كاين مجتمع يعمل حرب، دونك باش نعملو حرب لازم نزيدو شوية، لازمنا مجتمع، باش نعملو مجتمع لازمنا حاجتين، لازمنا فينالمون ديزانديفيدو، ناخدو على فيسبوك برك من 2007 كنا عملنا حد على فيسبوك، من بعد عام 2010 ديسمبر 2010 كنا مليون 8
توا قريب 3 ملايين ولا 70 ملايين. ولازمنا الحاجة معناتها لها دي براتيك سوسيال. دي براتيك سوسيال سي دي ستاندار كيما نسلم عليك في تونس نسلم عليك بيدي ولا بالبوسكا نعرف في اليابان ما نمسكش خاطر البراتيك سوسيال هي نعمل هكا. فيسبوك عطانا البراتيك سوسيال هذيك هي جاوز. والا جو كومونت والا جو ريدويت على تويتر. ويدخل كل دي ستاندار. اللي يمكنونا من البارتاج تاع الانفورماسيون بطريقة واضحة. وفما حكاية أخرى مهمة زادة كي تخلص على فيسبوك ما تخلقش على البروفيل نتاعك، تخلص على الفلو دكتواليتي. وهوني الفونسيونس نتاعك تبدا كي كان في نقولوا في العلوم الاجتماعية في ريفيير، الفونسيونس نتاعك تنخطف في الغالي، وأنت كان تحب ما مش تخلص معناها الكوتي نارسيسي كي نحكيو عليه اللي تفضل نخلص نشوف تصوير كيما على ديزيس تاع رونكونتر، لا هوني لا. نلقى روحي مثلا ما بين سامي بن غربيه رياض الحامي هذاك في الديكور مثلا هيثم المكي عبد العليمي بن السكان سيرتو تلقى الكونسيونس نتاعك متفق مع دي بروفيل كيما هكا ما تنجمش ما تواليش عندك اللي يعيطولها في العلوم الاجتماعيه اي سي او ايدونتيتي كونتكستواليزي اوبيراسيونيل معناها كيما نقول هي مش فكرتي انا ميشيل فوكو اللي كان حتى هو عنده فارغ السين في تونس يقري وساند لبيرسبكتيفيست تذكر من تاريخ الرجل دونك الشخصيات نتاعك تنجم تكون انت شخصيه كان عندك في البروفيل نتاعك كلهم توب موديل كما كان لك في لحظه في كونتكست بريسي اللي انت توب موديل وتولي تخرج مع المتابعين وهكا ولا تنجم تولي في لحظه معينه تولي شخصيه ثوريه لكن ما تخافش هوني الحرب الحرب كانت لاحظوا ذكروا حكايه العلامات رابويت ديسمبر جانفي كانت لاحظوا حكايه العلام ماهيش حكايه انونيم معناها حكايه مهمه عليه على خاطر كان برشا عباد اول خطوه في المسار الثوري تحط العلام تاعك تحطه في اخر ديسمبر في جانفي تطلع في الشارع كان هذيك اول خطوه وهي نفسروها زاده في العلوم الاجتماعيه والبسيكولوجي السوسيال حتى العلم كان في احتكار النظام نلقاه وراء بن علي في اللوجو تاع السيدي وراء ليلى ترابلسي وراء بن حسن ترابلسي نلقاه في الشعار تاع الشرطه نلقاه زاده على البلديات كما وزاره الداخليه وكان تعرف المراكز شويه برك من الداخل بون ديما تدخل تلقاه العلم العلم بالنسبه لبرشا منا كان نذكروا عام 2008 و 2009 ترى واحد على فيسبوك يحط العلم تاعه ولا في كاركتر يحط العلم باش تخموا بيوع التجمع تصوروا العلم تاعنا ماني كونفيسكي ولا الاوبجي هو في الاخر مبدئيا معناها فيزيكمون هو ترفيزي اما كيفاش سمبوليكمون ولا يبعثنا للنظام من بعد كيفاش شنو صارت الحرب على العلم الحرب شفت العلم اللي استعمل العلم اللي استعملناهم فما حتى واحد هو علم تونس علم تونس كما كنا نراه هون لا عنا علم اكحل عنا علم بليدين عنا بالدم عنا الانواع كل اما مش العلم هذيك وهذيك شفنا عيطوا هومبرتو ايك وديك ابريج يعيطوا لها جيريا سيميوتيك معناها ناخذوا العلم اللي هو يمثل من الاخر المواطنه اما مدفوع على خاطر كي مش تعملوا فرد علم باش يولي كيما نوليو يغلطوا فينا يسحبونا جماعه في التجمع دونك الحرب هذيك ريكوبيراسيون نقولوا نتاع لو تيريتوار سامبوليك اللي مكان بعض باش ناخذوا من التيريتوار فيزيك نخلطوا له دونك كان باش نكمل دور تاع الانترنت نجمو نخمو دور تاع الانترنت مش اللي شفناه من الاول برك فما برشا حكايات اخرين نجم زاد نخلقوا به ايدونتيتي ثوريه والا ايدونتيتي واحده اخرى نجمو حتى كان نحبو نعرفش مثلو العباد كان نلقاو الفكرة يأمن بالإكستراتيريس معناها كلها حكاية خطة وحكاية تنفيذ نتاع الخطة كيفاش ونجمو نعملو نعيطولها الجيريا سيميوتي اللي هي الحرب على الرموز تكون رموز المواطنة ونجمو تكون رموز دينية وتوا تلاحظ الحرب هذه بدات مكملة ما حطوش درابو تونس فما لي سوا ديزون السلفيين اللي هما
كما يقول لهم ثاني فلسطين والا ثلاثين اللي هما نودرا بدوه تحتيه تاع السعودية ماشي الوطني كيف بدلوه هذيك ما هي الا حرب على